نسجل اواخر نشهان ماي 2007 اتصل بيا اسماعيل الرئيس البرلمان قال لي واش راك تدك السيد الوالي فينا الدار مؤقتا، ولبيت الدعوة وجيت لعندهم واتفقنا على الثمن وقال لي اعطاني وعود باللي ما يكون حتى شي مشكل. جيت انا عملنا لكم العقدة كيرا عطيت لهم الدار صافي بقيت كنستنى دازت عام وجا عندي عيط لي المندوب قال لي اجيب لك واحد ديال الدار وديك الشيء اللجنة جات قلت له اسم اللجنة قال لي اللجنة باش تقيم القيمة الكرائية قلت له القيمة الكرائية درناها في نهار وقال لي لا هذيك ما كايناش منها فقلت له كيفاش هذا الشيء صبرت شويش عطيت لهم ديك الوقت وجا فيها كونتراي اخر ناقص الثمن اللي سميت وداو ديك عام اللي سكنوا رفضت انا ديك الكونترا رجعت عند الوالي قال لي ما تسني لا كونترا لا والو انا نكلف لك بمشكل صافي بقات هيداك 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 حتى مشى بحالو صافي عيط ما نطلب عيط ما ديوان المظالم ما خليت وزير الاول وزير السير البحري ما كاين لا جواب لا بيا ولا بلا مشيت لعندو حتى لا قادر المعرض مؤخرا قال انا مشغول ما بغاش يهضر معايا الوزير دابا الوزير السير البحري صافي دابا راه انت كتشوف فين وصلنا ما بغاوش يخلصوا ما بغاوش يخرجوا ما بغاوش دابا خمس سنين دابا عليه